تنظر محكمة العدل الدولية اليوم دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران. تقول هذه الدعوى إن العقوبات الأمريكية التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل تمثل خرقا لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر مبرمة بين الدولتين عام 1955. من المتوقع أن يدفع محامو الولايات المتحدة بضرورة ألا يكون لمحكمة العدل الدولية سلطة قضائية في هذا النزاع، وبأن معاهدة الصداقة لم تعد سارية، وبأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران لا تمثل خرقا بأي حال. ستستمر الجلسات الشفهية التي طلبتها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت لأربعة أيام على أن يتم اتخاذ قرار في غضون شهر.